دائما بحطها يسبوا ويهضروا ويعيطوا وكذا، يعني ما نعرف واش داروا قبل واش داروا من بعد، لا يعكرها شيء، ما كاينش حاجه تخسرها لك. تقدر شوف الان واحد يجيب لك خبر شباب دركا في الدنيا، اقسم بالله غير احسن لحظه في حياه الانسان هي تلك اللحظه. روح دوز عليه انت دركا في المقبره وشوف انسان صالح، تقول مسكين الظلمه مساكنك شنو يحسوا هذا؟ انت ابكي على روحك، هو راه وين على بالك؟ هو راه مد البصر من جناح القيامه واش يقولوا؟ دوكا انا كي نهار نكذب على فلان نجوزها دوكا كي موت كان يموت روح تعود تخرج بنتو حبيب تدخل في اوفر دوز في البدايه، يعني ربي عز وجل يقدر يقبضك روحك وانت في حاله مش مليحه. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك.